السلام عليكم مشاهدين منبر 24 24 بصراحة يعني تفاجأت بحضور مجموعة من المنابر كيستقبلوني يعني هنا بمدينة الرباط، وكما صرحت في المنبر السابق بأنني جيت هنا للرباط للنيابة العامة. الوالد كيتلفني، جيت للنيابة العامة قدمت واحد الشكاية ضد واحد الأشخاص اللي سبونا وشتمونا وداروا بيا التشهير يعني في واحد مجموعة من القنوات. ولهذا قدمت هذه الشكاية هذه، وعندي الثقة الكاملة إن شاء الله في القضاء وفي النيابة العامة إن شاء الله باش تنصفنا وتبان البراءة ديالنا. لحقاش تهمونا بزاف، تهمونا بواحد التهم اللي هي يعني باطلة، وسبونا وشتمونا، وسمعت يعني بأنها غتقدم في طرفنا واحد الشكاية اللي هي كيدية لا أساس لها من الصحة. لهذا يعني ضروري خصني نحمي راسي، وباش غادي نحمي راسي غادي نحمي راسي من طبيعة الحال بالقانون، وهذا ورحنا في بلاد القانون، الحق والقانون، ماشي راه في بلاد السيبة. يعني غير أجي ولوح الباطل على من ما بغيتي وقول لي بغيتي، يعني الحمد لله رحنا في بلاد الحق والقانون. وتحية لكم، تحية لمنبر 24. لا تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.